أرضية هذا الميدان تتواصل الانطلاقات، وينطلق شوطنا الثاني عشر مخصصا لشعارات أصحاب السمو الشيوخ. ينطلق هذا الشوط حاملا، ينطلق مع هذه الأسماء القوية والرائعة على أرضية هذا الميدان، وخصص لفئة الجعدان اللقاية. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته. شوطنا الثاني عشر يحمل تحديات هذه الأسماء والشعارات. ننطلق بهذا الشوط لنوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة، وتعرف على المركز الأول، وتعرف على صدارة هذا الشوط. أجد شاهين لهجن العاصفة بمتابعة غيات الهلالي يتواصل على المركز الأول، مقدما لنا شاهين على صدارة الشوط. لكن على المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ومن الجانب الآخر يأتي ويتواصل بالانطلاق المميز، الواصل بالتحدي وبالانطلاق المميز الذي يحمل هذه الأسماء البارع لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. هنا يتابع بالانطلاق عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، يتواصل مع هذا الاسم الممتاز. المركز الرابع وصل غازي لهجن أو شاهين لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتقدم مع انطلاقته وتحديات هذا الاسم الممتاز. المركز الرابع أو المركز الخامس وصل وتقدم لفان، هنا قادم بهذه اللحظات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سهيل بن هيان بن سالم العامري، يتواصل بالانطلاق المميز الرائع الذي يحمل هذه الأسماء. المركز السادس وصل وتقدم وانطلق، هنا ملازم للشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن احمد، يتابع بعملية التضمير وايضا الوصول على المركز الثامن. وصل وتقدم او المركز السابع اجد الواصل والمنطلق سكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتابع المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري، يتابعه بالانطلاق المميز وايضا الوصول والانطلاق مع شاهين على المركز الثامن لهجن العاصفة بمتابعة غيات الهلالي. المركز العاشر اختم النداء مع انطلاقة مشاكل لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان يابر بن صبيح بن حمود الوهيبي، يتابعه بعمل التضمير. هذه العشرة المراكز الأولى وما خلف العشر أسماء لم يحين موعد دخولها بهذا الانطلاق الباحث من أجل الانتصارات، الباحث من أجل اكتساب نقطة ثمينة على تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم الذي يضم نخبة كبيرة مع هذه الأسماء الممتازة. عودة إلى العاصفة وهجرها، عودة إلى العاصفة وهجرها إلى شاهين. من يتقدم الجميع، من يتقدم الجميع بقيادة غيات الهلالي يتواصل على المركز الأول على صدارة الشوط. القادم على المركز الثاني واصل بالانطلاق غازي الى المراكز الاولى لهجن الرياسة، هنا يقدم ويتابع بالانطلاق المميز الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي، يتقدم مع غازي مقدما هذا الاسم الممتاز. لكن المركز الثالث بدأ الدخول والانطلاق
تغلق مع شاهين لهجن العاصفة، وقياث الهلالي يتقدم بهذه اللحظات يتابع هذا الاسم الممتاز، وهجن الغرافة قادمة مع شاهد والمدهش سالم بن عامر المدهوشي المركز الخامس أرى الدخول والانطلاق من قبل الغازي لهجن سيح السلم وعبيد بن حمد بن بريك الحمر المري يتواصل مع هذا الاسم. هذه الخمسة المراكز الأولى، هذه الأسماء المتقدمة، ولكن العاصفة وهجنها هبت رياح التحدي ولايحت الألف ومئتين. يا من تسمع النداء، ولكن غازي وشاهين غازي والعاصفة، وقدم لنا شاهين هنا العاصفة مع المركز الأول لهجن العاصفة وغياث الهلالي. ولكن الفيلسوف يأتي والقاتم الرصد لي هناك نواف لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس ألي نيبي هنا مع هذا الانطلاق روح مع نواف روح مع الصدارة، سيطر على الشوط مع المركز الأول، مع أيضا شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس ألي نيبي. ولكن العاصفة قاتمة العاصفة على المركز الثاني. الله يا هذا الشوط الصراع، الله يا هذا النزاع، الأمتار المجنونة الأمتار النهائية. ولكن مع بداية الشوط نواف وشاهين وقاسي الأمتار الخطيرة. ولكن نواف تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وإلى المضمر محفوظ بن خميس الينيب المركز الثاني، شاهين لهجن العاصفة المركز الثالث، غازي لهجن الرياس المركز الثالث، لهجن العاصفة شاهين المركز الرابع، غازي لهجن الرياس المركز الخامس، اللي وصل على المركز الخامس شاهين لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على انتزاع المركز الأول نواف بتوقيت غدره 7:28 و5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة بتوقيت غدره 7:28 و7 من الأجزاء من الثانية. أما يحتل المركز الثالث هو شاهين لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلال التوقيت 7:28 و8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.